نما نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي بالإمارات في يونيو، حيث زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في 4 سنوات، وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمدير المشتريات في الإمارات إلى 56.9 نقطة في يونيو مقابل 55.5 نقطة في مايو، وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2019.